ايه اصعب فستان؟ بالنسبه لي هو اصعب فستان بعمله هو اكتر فستان بحب اعمله اللي هو فساتين الافراح. فساتين افراح عامه. اوكي. ده بالنسبه لي بيبقى اصعب فستان عشان بحس ان انا عليا مسؤوليه كبيره قوي. ان ده بيبقى اهم يوم في طبعاً. اي بنت في حياه اي بنت يعني. بس ده اكتر فستان برضو انا بستمتع وانا بعمله في الاخر لما بلاقيها هي مبسوطه وان انا يعني جزء من الفرحه دي بيبقى احساس حلو. عملتي كام فستان فرح؟ عملت بتاع 16 او 17 فستان فرح. كلميني كده عن اسعار الفساتين. لا والله انا يعني فساتيني تعتبر بالنسبه للسوق يعني والاسعار حاليا مش غاليه خالص يعني. فستان السواريه ممكن يبدا من 2500 ممكن يوصل ل10 حسب القماش والديزاين وكده. اوكي. ده فستان السواري العادي. فساتين الافراح دلوقتي بتبدا من 15 يعني. اوكي. طب واحنا هنعمل ديسكاونتس؟ اكيد هنعمل ديسكاونتس. يعني يعني عندنا اول خمسه هنختارهم النهارده هتعملهم ديسكاونتس. خلاص اوكي. هتعمل ديسكاونتس قد ايه؟ هنعملهم يعني بدل ما هو الستارتنج برايس 15 هيبقى 12. هيبقى 12. يعني لو 10 كده تكرميهم. في 10 كده هدفع من جيبي يعني معلش. طيب عليا قولي لي، انا عارفه انه النجاح المحلي مختلف تماما عن النجاح الدولي. ساعات بيدي ثقه في النفس زايده توقعنا، وساعات بيديكي طاقه تخليكي بتشتغلي على ليفل ان انت تقدري او على خط ان انت تقدري تثبتي النجاح ده، لانه ان تنجحي ممكن يبقى سهل لكن تثبيت النجاح صعب. عليا شايفه نفسها بعد باريس فاشن ويك راحت على فين؟ يعني انا شايفه ان انا عايزه اخش تاني في حاجات شبه كده، عايزه اقدم تاني في فاشن ويكس بره مصر، عايزه اجو انترناشنال يعني، علشان مش عشان حاجه اكتر من عشان هنا في مصر الناس لما تكوني ديزاينر انترناشنال بتديكي كريديبيليتي اكتر بكتير لو انت ديزاينر لوكالي، بس بتحس يعني بثقه اكتر وبتبقى مستريحه اكتر وهي بتعمل معاكي وكده.